السلام عليكم. اليوم بقول لكم سالفة حصلت في الكويت في سنة 62، وكانت هذه أول جريمة قتل يتم فيها حكم الإعدام بعد استغلال الكويت. طبعا الكويت استغلت عن الحكم البريطاني في سنة 61، تحديدا في شهر 6، لكن شهر 6 كان حزيران الجو حار جدا، لذلك خلوه دائما الاحتفال في العيد الوطني في تاريخ 25 فبراير على البراد. ايام تعرفون قبل 62 61، الجو عندهم حار وكانت الناس تعيش بدون تكييف، فاضطروا ان يخلونه في شهر فبراير. لذلك احنا في الكويت هنا دائما تشوفون 25 فبراير، هذه المعلومة علشان تعيشون الواقع. المهم، في قبل الاستقلال البريطانيين وين كانوا يتمركزون دائما في الكويت؟ في منطقة اسمها منطقة الجابرية. علشان كذي أنا لاف لكم الكاميرا على اليمين، لأني بصور لكم منطقة الجابرية. هذه تونا داش يشوف اللوحة هذه على اليمين، مكتوب الجابرية، بعد ما نعدي الجسر راح تكون هذه هي المنطقة. المهم البريطاني وين كانوا؟ فكانوا يتمركزون، مو كلهم طبعا، لكن عندهم يعني تجمع أمني في هالمنطقة هذه. لذلك قبل سابقا يعني في الثمانينات كانوا يقولون إن أجمل البنات بنات الجابرية. ليش؟ لأن بعض الكويتيين تزوجوا من الأجنبيات اللي البريطانيات اللي عاشوا هني، يعني مو في رجال الجيش مثلا البريطانيين كانوا يجون هني مع عائلاتهم، فشوي شوي اختلطوا الكويتيين فيهم، بعض طبعا بعض العائلات يعني اختلطت فيهم وتزوجوا منهم، فصاروا بناتهم تلقاهم شقر عيون خضر، ولا احنا العادة تشلح ملح. لكن كانوا يقولون أول أجمل بنات بنات الجابرية. طبعا خلصت السلالة هذه، يعني ما قمت أشوف كذي أنا صراحة. مثل هالحكي هذا صار وين؟ في عندكم مصر، منطقة المنصورة. مو دائما يقول لك بنات المنصورة أجمل البنات، لأن كان في هناك عندهم تمركز الفرنسيين، وفي أكثر من دولة عربية كان في تمركز. لذلك هم المصريين في المنصورة اختلطوا بالفرنسيين وتزوجوا منهم، وبناتهم صاروا يعني فيهم جمال وكذا. المهم هذا مو موضوعنا، أنا بكم تعيشون القصة. فكان هني يعني منطقة قديمة جدا، هذا اللي تشوفونه يعني منطقة قديمة، وكان فيها مخفر شرطة. المهم يوم الأيام في سنة 62 الساعة 7 الصبح طلعوا 4 من رجال الأمن، خلص دوامهم بالمخفر هذا اللي فيه هالمنطقة هذه، منطقة الجابرية اللي الحين تبع محافظة حولي، متوجهين رايحين بيتهم. وين بيوتهم؟ بيوتهم في منطقة اسمها الجدادية. الجدادية الحين هذه يعني خلف منطقة محافظة حولي اللي الحين تنبني فيها جامعة الجدادية المعروفة الكبيرة هذه، ولها قصة. تقدروا تدخلون على جوجل كتبوا جامعة الجدادية راح تعرفون المنطقة. الحين باني فيها جامعة ضخمة جدا وجميلة علشان تعيشون الوضع. طالعين من الجابرية رجال الأمن الأربعة راكبين سيارة واحدة، وقبل من عنده سيارة، ورايحين بيوتهم وين؟ نفس المنطقة الجدادية. مروا على هالمنطقة هذه اللي على اليمين، كانوا يسمونها منطقة العديلية. راح تقولوا لي يا أبو طلال هذه يسمونها منطقة الروضة، صح. الحين شفتوا هذا المنطقة اللي على اليمين الحين بالضبط اللي قاعد يتمشون لهنا تشوفون هذول، هذه يسمونها منطقة الروضة، أوكي. وبعد الجسر اللي قدامنا ذاك تشوفونه اللي بعده تكون منطقة اللي على يميننا يسمونها العديلية. قبل 64 كانت الروضة هذه اللي على يميننا، وكذلك العديلية اللي بعد الجسر كلهم يسمونهم عديلية، لكن هذه يسمونها العديلية الشرقية، واللي بعد الجسر يسمونها عديلية الغربية. لكن بعد ما الناس قامت تضيع العمال قبل أول يدزونهم يقول له روح اشتغل، من 62 61 59 يقول روح اشتغل، روح حق منطقة مثلا عديلية الغربية، يضيع يوصل عديلية الشرقية ويلا واصل تلقى رايح مشي ولا بعبارة عفوا عبارة اللي هم ونيتات أول البرية وكذي،
ويضيع المكان. فقالوا يبا خلاص اعزلوهم، سموا هذه العدالية الشرقية سموها الروضة، وعدالية الغربية خلاص خلوها بس عدالية، وسووا بينهم شارع، الشارع اللي هو يفصل بينهم الحين الجسر. المهم هني حصلت الواقعة، الشرطة الأربعة اللي طلعوا من الجابرية الحين اللي صارت خلفي وهم رايحين بيتهم جدادية اللي تكون على يسار هذا المنطقة يميني، ياخذون الجسر هذا اللي قدامنا ياخذون يسار تكون هناك جدادية. المهم وهم مارين عند البيوت هذه اللي على يميني، طبعا ما كان في بيوت بسنة 62، ما في بيت هني كله بر، وحتى العدالية اللي بعد الجسر بنت قبل الروضة، يعني العدالية بنت في 64 الروضة في سنة 65. المهم وهم مارين هني على الجهة اليمين كان جهة بر، شافوا رجال الأمن صندوق مبيت. تعرفون شو صندوق مبيت؟ صندوق حديد قبل يستخدمونه يخشون فيهم أغراضهم، خصوصا العجائز اللي أول اللي يبي يشوف يشوف مثلا مسلسل درب الزلق حسين عبد الرضا، أم حسين عبد الرضا لما تبطل الصندوق المبيت هذا وتطلع منها يعني ذكرى زوجها ابن عاقول. أنا ترى ما أقول لكم ك يعني كموضوع فكاهي لما أقول لكم مسلسل درب الزلق، درب الزلق هذا يوثق لكم أحداث تاريخية تم طرحها بشكل عفوي، يعني كانت صادقة 100%، تعطيك الزمن اللي كان أيام الخمسينات والستينات فعليا. لذلك قاعد أقول لكم صندوق المبيت هذا كانوا يستخدمونه أول يخشون فيهم أغراض، ما عندهم قبل يعني مثل تكون الكبات وكذي، لا يستخدموا صندوق مبيت يحطون فيهم أغراض. المهم رجال الأمن لمحوا صندوق مبيت وشكله نظيف، الصندوق اللي مزخرف على ألوان على جهة اليمين تراب، كانت هذه ساحة ترابية اللي على اليمين. فتعرفون رجال الأمن عنده دائما حس الأمني، فاستغربوا وجوده في هالمكان هذا بساحة ترابية، يعني شيء غريب. المهم وقفوا، نزل واحد فيهم، لما نزل هذا رجل الأمن، أنا ليش أقول لكم تفاصيل دقيقة لأنها لها علاقة في القضية، حتى موضوع الاستقلال لها علاقة في القضية. المهم نزل رجل الأمن، لما نزل تكرمون فسخ الجوتي اللي كان لابسه، الجوتي العسكري لأن كان مثقل عليه وخلص دوامه فحب يرتاح وهو قاعد داخل السيارة، قط الجوتي. فنزل حافي تمشى شوي شوي لين وصل صندوق، لما حاول يفتح صندوق لقاه مقفول، فنادى ربعه قال لهم تعالوا. انزلوا ربعه، طبعا ربعه تكرمون لابسين جواتي، لما نزلوا ويو عند الصندوق اكسروا القفل، حاولوا انه يشيلونه لكن ثقيل، يبي ياخذونه وين؟ يبي ياخذونه اول اذا لقوا اي شيء الناس يودونه يسمونها الاذاعه، نفس الراديو هناك اول، فبالراديو هذا يقولون ترى لقينا صندوق الفلاني اللي ضايع منه يحضر المكان الفلاني. شوفوا ايش الوسائل البدائيه اللي كانت موجوده في اول الستينات، لكن ما قدروا يشيلونه لانه جدا ثقيل، فكسروا القفل. اول ما كسروا القفل اول ما فتحوا ولا جثة واحد اسمر ضخم منتفخه من الشمس ولها ريحه كانت قويه جدا، ومنظره كان يخوف، متقطع الرجل فوق والايد تحت والراس ما فاخترعوا خافوا منه، ردوا مره ثانيه حق المخفر وبلغوا القيادة بالموضوع. استنفروا طبعا وحضر محقق مخفر حولي للموقع لأن المنطقة تبعه ورجال الأمن، وبدوا يكشفون على الجثة، فطلب منهم المحقق أنه يحضرون تكرمون كلب بوليسي. كلب بوليسي هذا أول في عندهم كلب مشهور جدا يسمونه عز. ليش يسمونه عز؟ كانوا يفتخرون فيه لأنه يعني كان يستدل على بعض الأشياء اللي كانوا يبونها يشممونه شيء يروح على طول يصيد لهم المكان هذا أو المتهم اللي يبونه، فكانوا يفتخرون فيه يسمونه عز. يابوا هالكلب هذا، لما يابوا خلوه يشم المكان، قاعد يفتر حوالين المكان يفتر يبي يشوف هل في أحد له أثر المكان. المهم ما عثر على شيء، يفتر يفتر يرد على نفس الصندوق، يعني ما في شيء ثاني غير هالصندوق بالموقع. قالوا خلاص طلبهم مصور الجنائي، قالوا له صور زين وجيب لنا الصور المخفر. قال اوكي،
وانتقلوا المخفر، سووا تعميم على جميع المخافر، يبي يعرفون منو شخصية، منو صاحب هالجثة هذه. أخذوا بصماته، أخذوا صوره، أخذوا كذا. لكن تعرفون نظام البدائي شوي يحتاج وقت يطول، فعمموا على جميع المخافر يبي يشوفون إذا في أحد بلغ عن شخص متغيب ولا لا. اليوم الثاني وصل حق رئيس المخفر بلغ إن في أحد الأشخاص مقدم بلاغ في منطقة المرقاب، في عندهم مخفر هناك، ومبلغ المرقاب إن أخوي ضايع. فعلى طول انتقل رئيس مخفر حولي إلى المرقاب في العاصمة وسأل عن الشخص هذا. قالوا له هذا شخص عماني حضر عندنا وقال إن أخوه مفقود من أمس. ولما أعطاهم مواصفاته أنه أسمر وطويل وكذا، حس رئيس المخفر أن هذا هو فعلا صاحب الجثة. قالوا عطوني بياناته، قالوا هذا عنوانه. وين عنوانه هذا العماني؟ عنوانه في عشيرج. منطقة عشيرج هذه تبع منطقة الدوحة حاليا. عشيرج هذه نفس الخور، أو احنا نسميه شنو عفوا، نفس اللسان الأرض داخل البحر كذي، فعلا نفس الإسكلة، ما أدري شو تسمون أنتم، لكن تقدرون تدخلون على جوجل واكتبوا منطقة عشيرج في الكويت، راح تشوفون لسان أرض داخل البحر. هذه المنطقة كانوا يعيشون فيها الفقارة في الخمسينات والستينات. يعني الفقارة اللي أقصد فيها من المهنيين اللي كانوا يجون من كذا دولة في العالم، مثلا يشتغلون في الكويت في الوظائف الحكومية، يعني مهنيين في الصحة، في الجيش، في أي مؤسسة، فيعطونهم يقول له روح عيش في عشيرج. عشيرج مثل العشيش أول، يعني أماكن بسيطة جدا، على الأقل ينام ويأكل يشرب فيها بس. المهم انتقلوا رجال الأمن حق بيتهم في عشيرج، قاعد يستدلون وين بيته وين بيته، أشروا له على المكان. قبل طبعا ما في عنوان رقم واحد واثنين وثلاثة ورقم آلي مثل الحين، لا، أول كله بدلالة، تسأل هذا تسأل هذا يدليك. قالوا له هذا مكان الرجال العماني. العماني شو اسمه؟ العماني اسمه خميس. فالنصر شدوه على بيته، قالوا له هذا بيت أخو خميس، لأن خميس ما عنده بيت، لأنه كان يشتغل طباخ في الجيش، فلما يخلص من شغله في الجيش يجي ينام عند أخوه زايد صاحب البيت. المهم وقفوا عند بيت زايد وانطروا منه اللي بلغ أنه أخوه مفقود، اللي هو أخوه منه زايد أنه مفقود. قالوا نبي خميس عشان نسأله. انتظروا ما حصل، يعني ما جاهم. قالوا يبا خلاص حطوا رجال أمن هني يحرسون البيت لين يوصل خميس. وفعلا بالليل ولا هذا صافط خميس على وانيت حمر ومعاه زوجة أخو زايد. قالوا لا امشوا يانا يبيك المحقق، وفعلا ودوه محقق مخفر حولي. حقق ويا خميس في البداية، قال له يا خميس انت مبلغ في المرقاب ان اخوك ضايع؟ قال له اي نعم. قال شو اسم اخوك؟ قال اخوي اسمه زايد. شنو يشتغل اخوك؟ اخوي يشتغل طباخ معاي في الجيش. متى حضرت للكويت؟ قال انا حضرت قبل 3 سنوات للكويت عشان اشتغل، يعني في سنة كم؟ 59، ومعاه ولده عمره 12 سنة. ولده يشتغل خادم في منطقة خيطان، وخميس يشتغل طباخ، عين أخوه يشتغل طباخ في الجيش الكويتي. في نقطة أبي أذكرها لكم، في مسلسل كويتي طالع من فترة وذكر أن في يعني عائلة كويتية على يعني نظام أول قديم، وأن بينهم يشتغل وياهم واحد عماني. في نقطة بوضحها لكم،
في احد المسلسلات اللي تكلم عن تاريخ الكويت برمضان اللي فات حاطين من بين الشخصيات في القصة ان في خادم في البيت عماني الجنسية، وطبعا صارت عليها ضجة وسائل التواصل الاجتماعي وكذا. انا صراحة يعني انا ما انا مستغرب، يعني ممكن وممكن لا، لكن هالقضية هذه لما قريت تفاصيلها وتقارير النيابة تأكدت ان المعلومة هذه حقيقية. طبعا ما كان كل العمانيين يشتغلون، لا، وترى حتى الكويتيين كانوا يشتغلون مهن البسيطة، يعني اللي فيه نجار، اللي حداد، اللي كذا، يعني مو عيبنا واحد يشتغل مثلا خادم، شي يسوي بعد اذا كان ريال على قد حاله وفقير وجاي يترزق الله في الكويت، يعني يضطر يشتغل اي شغله ولا يموت جوع. يعني النظام اول، يعني اول عيشتهم غير والحين غير. اول واحد ما يتشرط، خصوصا اللي عايش على فقر يبي يعيش بس. فهذه كانت باقوال الخميس، وانا دققت على المعلومه قبل لا اقولها لكم علشان اذا طلع لي واحد يقول لي قاعد تهين، يعني عفوا اخوان العمانيين ولا شيء، لا والله حشا، هذه باقوال وعلى لسان خميس في تقرير النيابه وانا قريته بنفسي المنشور. المهم خميس قال ولدي عمره 12 سنة يشتغل في خيطان، وأنا طباخ في الجيش، عيني أخوي، وأخوي يشتغل أكبر مني بتسع سنوات وحضر الكويت قبلي بست سنوات، يعني تقريبا بسنة 54 55 حضر الكويت واشتغل في الجيش الكويتي كذلك طباخ. المهم قالوا له زين وين أخوك زايد؟ قال اختفى من أمس، المفروض أنه يخلص دوامه الصبح ويحضر لكن ما جاء أمس وأنا بلغت عنه. قالوا له زين إحنا عندنا لقينا جثة في منطقة العدالية الشرقية ونبيك تعرف على الصور. فوروه الصور قال لا هذا مو أخوي. متأكد؟ قال متأكد، مع أن المحقق أول ما شاف خميس قال أكيد هذا أخو زايد. ليش؟ نفس المواصفات، أسمر وشعره مجعد طويل، وهذا يعني، لكن أنكر رجل المحقق ما يقدر يقول أنت كذاب. أكيد؟ قال أكيد. جابوا زوجة زايد، هذه الصور، هذا جثة زوجك ولا لا؟ شافتش؟ تقول لا مو هذا. أكيد؟ قال أكيد. بعدين رجع على خميس حقق معاه مرة ثانية، قال له يا خميس ليش تكذب؟ قال ليش؟ قال أنا طبعا هو يحقق وياهم كل واحد على صوب. قال زوجة زايد قالت إن هذا زايد. هني نهار على طول، قال مع أن أنا متفق وياه. قال له إيش فيك تكلم؟ هذا أخوك ولا لا؟ قال ها ماني متأكد. شنو ما أنت متأكد؟ هني هم أصلا حط يعني لف الحبل المشنقة حوالين رقبته، لأنه أنكر معلومة يعني وصلتهم حق معلومة أكبر اللي هي جريمة القتل اللي حصلت. وروا الجثة، قال تعال يا عمي نبيك تأكد إحنا بس، هذه جثة أخوك؟ كان يقول إيه نعم، بعد ما أقدر أنكر هذا أخوي. جابوا زوجته، هذا زوجك؟ قالت إيه. مستغربين الزوجة ما تبكي، والأخو قالوا يبا هذول فيهم بلا. مع التحقيق مع الضغط مع ويسوون فيهم حركات، تعرفون قبل التحقيقات ترى هي اعترفت عليك ويروحون يقولوا لها ترى هو اعترف عليك، فيقوم كل واحد يفلص على الثاني. ما لكم بالطويلة، فعلا خميس اعترف بالموضوع، قالوا له تكلم، قال أنا قتلت أخوي. ليش؟ وفهمنا شنو الأسباب وذكر لنا القصة. قال يوم الأيام أنا سمعت معلومة أن زوجة أخوي ما هي محترمة. قال الطباخين اللي معاي وأغلبهم ما هم كويتيين وكانوا يعيشون في منطقة الشارج معانا، فصار بينهم كلام ويضحكون ويطنزون. اكتشفت بعدين انهم يتكلمون عن زوجة اخوي. ايش فيها زوجة اخوك؟ انها مو محترمة وان اخلاقها سيئة وكذا، لان حصلت معاها قصة قبل تقريبا سنتين، ابعدوها الكويت عن البلاد. ليش ابعدوها عن البلاد؟ لان كانت عليها قضية اخلاقية وتم ابعادها، لكن اخوي
دخلها باسم ثاني عن طريق البر من جهة السعودية وردها مرة ثانية، ورجال أمن ما يدرون، لكن كذلك ما تابت وردت على سوالفها السيئة يعني. وهذا السبب اللي خلاني أكره أخوي، لأن أخوي كان يعلم أن زوجته ما هي مضبوطة، لكن كان مغلوب على أمره. ولما أنا يعني زعلت من كلام زملائي اللي معاي في العمل، رحت لأخوي وقلت له يا أخي إيش تبي فيها، طلقها وفكنا منها. الناس قامت تتكلم علينا وكذا، فكل مرة أكلمه بهالموضوع كان يردني ويزفني ويقول لي أنت مالك شغل وهذه زوجتي ويمكن التوب، أنت مالك شغل فيها. وأنا كنت أسكت. لكن يوم الأيام جاني سالم وكلمني موضوع أخوي وقال لي ترى الناس قاعدة تسولف عليكم، ترى فشلتونا وفضحتونا، وهذا سالم عماني ومنه فينا، لذلك قال لي تخلص من أخوك، إذا ما يطلقها خلاص تخلص منه واغتله، لأن هذا عار ولازم تغسله بإيدك. وقال لي وإذا تبي بعد ما تقتله أنا راح أعطيك 100 دينار كويتي كمساعدة مني إذا قتلت أخوك عشان تقدر تدبر أمورك. وطبعا 100 دينار في سنة 62 كانت تساوي بلاوي. المهم هذا خميس قامت الأفكار يعني تدور بباله إنه شلون فعلا يتخلص من أخوه، فنوى إنه يقتله. يقول أنا ما أعرف أحد في الكويت يبيع سلاح، لذلك أرسلت رسالة مع شخص رايح للإمارات وأنا لي علاقة مع شخص عايش هناك، طلبت منه إنه يرسل لي سلاح وأعطيته 350 روبية. طبعا مبين هذا العماني من كلامه انه ممكن يكون عماني من العمانيين اللي بيوتهم منطقتهم قريبة من الامارات لانه له علاقة في الامارات. المهم يقول فعلا بعد شهر وصلني السلاح ومعاه 20 طلقة، لكن اخذته وخبيته على طول، قلت بحاول بخوي مرة ثانية. فيقول فعلا يوم الايام طلعت من عملي ورحت بيته علشان أنام كالعادة فوق بيته بالسطح. يقول بعد ما نمت بالسطح وقعدت على صلاة الفجر وصليت نزلت حق خميس. طبعا زوجته كانت توها طالعة من البيت وأنا كنت ناوي أني أقتله بعد ما تطلع تروح يعني عندها دوام. طبعا كانت تشتغل وين زوجته؟ في وزارة الصحة، وكانت تحضر سيارات وزارة الصحة تاخذ العاملين المهنيين تاخذهم من بيوتهم وتوديهم وزاره الصحه، ما عندهم وسيله نقل فيدزونهم سياره من وزاره الصحه. المهم يقول انا بعد ما راحت زوجته دخلت على خميس وقعدت وسويت شاي وقلت له قوم ابيك موضوع. فاول ما قام قعد على السرير، اول ما وقف وعطاني ظهره قام يحك راسه كذي تو قاعد من النوم. انا ما تحملت اني بعد اكلمه ولا احاول فيه، على طول أطلقت النار على ظهره، بدأ يصرخ، فجبت السكين وعلى طول ونحرته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوك شو البشاعة هذه؟ شوف القلب، إذا واحد سبحان الله انعمى خلاص، مو يقولك العمى، مو عمى العين، عمى القلب، انعمى هذا خلاص، انعمى أن هذا أخوه، انعمى أنه هذا اللي عيشه، هذا اللي جايب الكويت وشغله، هذا اللي توسط له وخلاه يشتغل في الجيش. اسأله وكيل نيابة. وبعدين شو اللي حصل؟ قال خبيت الجثة تحت السرير وانتظرت زوجته لين رجعت من دوامها. لما دخلت علي اسألتني وين زايد، قلت لها زايد ممكن راح الأحمدي. طبعا قبل أطول مشوار عندهم الأحمدي لأنه ما في مكان ثاني أصلا، لأن الأحمدي بعيدة جدا، فاللي يروح لك كأنه رايح سفر. فلما تقول حق واحد مثلا أنه رايح الحميدي يعني لا توقع أنه يرجع يومين ثلاثة أربعة. في ناس كانت تروح مشي، في ناس تروح يركبون بهالوينيتا، يعني طريق شاق يعني بالنسبة لهم في 62. فأهو كان بيوصل لها رسالة أنه ممكن راح يطول ما راح يرجع. قالت ليش؟ وقامت تلح عليه. هني اعترف لها، قال شوفي بقول لك شيء، أنا قتلت زايد وترى قتلته بسبتك انت لان انت ساس البلا، فلا تتكلمين. قالت له اكيد انت قتلته؟ قال اي نعم هذا موجود تحت السرير وهذا السلاح اللي قتلته فيه.
قال ردت علي رد استغربت منه. قال المحقق الوكيل نيابة شنو؟ قال قالت لي كيفك أخوك وانت حر فيه. الغريب في الموضوع ان وكيل النيابة قال له دام انك تبي تغسل عارك ليش ما قتلت زوجة أخوك؟ ليش تقتل أخوك؟ قال لا احنا عندنا بالعرف ان عيب واحد يقتل مرة، فأنا قتلت أخوي يعني بدالها لأنه هو اللي كان راضي. قلت له المهم لا تكلمين ولا تجيبين طاري أحد، نبي صندوق نحط فيه الجثة. راحت كلمت منه سالم، الحين بجيبكم على موضوع سالم. سالم هذا شنو قصته؟ سالم له علاقة بزوجة زايد وهذا عماني لكن ما هو أخوهم، له علاقة فيهم من يعني من الجماعة كذي. فكان يدري فيه خميس، وهو اللي شيش خميس انه يقتل اخوه زايد علشان يصفى الجو حق منه، حق سالم وزوجة اخوه زايد. وهذا المدمغ ما يفهم، يعني شخص يجيك من برا يقول لك اقتل اخوك واعطيك 100 دينار شنو معناته؟ يعني بيساعدك؟ ما عشان اكيد بيتخلص منك انت واخوك. المهم خميس قال حق زوجة اخوه كلمي سالم اللي هو له علاقة فيك خلي يجيب لنا صندوق عشان تخلص من زايد. شوفوا قمة الغباء والحقارة. مالكم بالطويلة، فعلا راحت كلمت سالم وعطته 3 دنانير علشان يشتري لهم صندوق مبيت. راح سالم وجاهم بعد صلاة المغرب المغربية يعني علشان ظلم الدنيا وما حد يشوف، وجاب لهم صندوق مبيت. الصندوق ما كان كبير، صحيح انه كان كبير لكن الجثة كانت اكبر من انه توسع هالمكان هذا. فقرر خميس انه يقطع اخوه زايد، قام قصه من النص وبمعاونة زوجته قاموا كسروا عمود الفقري علشان فقط يدخل داخل الصندوق. طبعا سالم ساس البلا ما رضى انه يحط ايده اصلا في القضية ولا يلمس الجثة، قال لا انا ما لي شغل، ولا حتى لمس الجثة، يعني بس دوره انه يعزز ويشيش العالم ولا حط ايده في الجثة. فقاموا خميس وزوجة زايد بالموضوع، كسروا عمود الفقر ودخلوه في الصندوق غصب وسكروا الصندوق، وقامت زوجته جابت قفل وقفلوا الصندوق. طلبوا من سالم انه يجيب لهم واحد عنده وانيت علشان يشيلون الجثة. فعلا سالم راح شاف له شخص جاب له وانيت وجاهم. طبعا الشخص هذا ما يعرفونه لكن يبي يساعد سالم، وخذوا الصندوق شالوه سالم وخميس أخو زايد، شالوا جثة زايد وحطوها في الوانيت مع صاحبهم الثالث، وراحوا فيها إلى منطقة برية. وين هالمنطقة هذه؟ اللي هي مساع صورتها لكم في منطقة العدالية الشرقية واللي لقوها رجال الأمن. خلص التحقيق مع خميس، راح وكيل نيابة ونادى زوجة زايد، مسكها. ليش في البداية أنكرتي أن هذا زوجك؟ قالت خميس اللي طلب مني. ليش طلب منك؟ لأنه هو اللي اقتله وأنا كنت خايفة أنه يقتلني إذا اعترفت. قال أوكي، ليش ساعدتي بالجثة بتقطيع الجثة وحطيتها في الصندوق؟ ليش ساعدتي؟ قالت لأنه هو اللي طلب مني ومثل ما قلت لك أنا خاف منه. قال لها لا، أنت أصلاً كنت تتخلصين منه صح ولا لا؟ قالت لا شلون كذا؟ قال فعلاً أنت كنت تتخلصين، وهذا بناء على كلام خميس ذكر أن لك علاقة مع سالم اللي ساعدكم وجاب لكم صندوق واللي جاب لكم الوانيت ونقلته. شنو علاقتك مع سالم؟ مع الضغوط اعترفت، قالت فعلا انا لي علاقة مع سالم وكنت بتخلص منه، لذلك سالم قال انا راح اشوف لك طريق وما لك شغل. وراح شيش اخوه خميس انه يقتل اخوه زايد.
وعطيناه 100 دينار كمساعدة. على طول راحوا ألقوا القبض على سالم. تعال يا سالم، شنو علاقتك في مقتل زايد؟ قال أنا مال شغل وأنا ما مديت إيد. طبعا اعترف على طول لأن المتهمين الرئيسيين اعترفوا، أنا مالي شغل وأنا مالي علاقة فيهم وكذا. قال لا، أنت اللي شيشت خميس إنه يقتل أخوه. المهم انهاروا في قالهم، قال فعلا أنا اللي شيشته، ولأن خميس ناقصة ربيته. قال شلون ناقصة ربيته؟ قال خميس يعني مثل ما تعرفون عندنا الحين رجلة، يعني مرجوج، مو يعني مو إنسان سوي، فبسرعة شيشة يصدق. أحمق أحمق. فهذا شيشه عشان يقتل اخوه، يفتك منهم اثنيناتهم ويصفى للجو مع زوجة اخوه. وهذا الغبي الاثور راح صدق بعد. المهم يقول انا مالي اي تدخل فيهم، لكن انا ساعدته اني فعلا جبت له الصندوق، ولكن ما لمست الجثه. قالوا له اكيد. قال اكيد. هني استعانوا منه بالكلب عزكم الله عز اللي كلمتكم عنه في بدايه القصه، وخلوه يشم الحبل اللي كان مربوط حوالين الصندوق والصندوق، وحطوا سالم ضمن طابور عرض علشان يشوفون يتعرف عليه ولا لا. فعلا الكلب كان كل مرة يشم الصندوق يروح عند سالم وينابح جنبه ويكلمون سالم لك علاقة؟ يقول لا أبد ما لي علاقة. بعدين ضغطوا على زوجة المتوفي زايد، قالت فعلا له علاقة وهو المسا، لكن أنا ما حبيت أني أذكره في البداية علشان ما تكتشفون قصة العلاقة الغرامية السيئة بيني وبين سالم. هني اعترف سالم بالقصة، قال أنا شيشته وأنا كذا اللي ذكرت لكم. المهم راحت القضية للمحكمة، على طول صدر حكم بعد سنتين تقريبا، صدر حكم الإعدام بحق خميس قاتل أخوه زايد، وكذلك إعدام سالم لاشتراكه في جريمة القتل، بالإضافة إلى حكم المؤبد في زوجة زايد اللي تعاونت معاهم وهي ساس البلا. لكن في الاستئناف تبين أن سالم كان دوره مشترك في الجريمة لكن ما ارتكبها فعليا، واللي ارتكبها فعليا اللي هو خميس، فحكموا عليه في الإعدام وسالم مؤبد وزوجة المتوفي الله يرحمه مؤبد. تم تنفيذ حكم الإعدام بخميس. حكاية تنفيذ الإعدام هذه كانت لها قصة بروح. هذه لما راحوا جابوه طبعا حكموا عليه في الإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه في مقر السجن اللي كان موجود في منطقة الجابرية. جابوا حبل المشنقة وجابوا منه خميس. خميس إلى لحظة ودوه علشان ينفذون حكم الإعدام ما كان يدري ليش كانوا يسوون فيه كذي. في السجن كان آمر السجن شي يقول له، لأن فعلا ما كان في إعدام في الكويت، يعني تم تنفيذ أول حكم إعدام هذا. فكان آمر السجن شي يقول له، يقول له يا خميس ترى ما في حكم إعدام، يعني ممكن يحطونك مؤبد. قال الله يخليك شوف الموضوع. قال له ما في شيء اسمه إعدام عندنا، لكن على حظ خميس ويستاهل اللي صار فيه انه كان هذا اول حكم إعدام. فلما ودوه على منصة الإعدام انصدم بالموضوع، بدأ يبكي وانهار والله يخليكم، قام يصرخ يا عبد العزيز بيك، يا عبد العزيز. منو عبد العزيز بيك؟ عبد العزيز آمر السجن يسمون اول، تعرفون بيك وبيك، فينادي عبد العزيز بيك، عبد ابي ابوس خشمك يا عبد العزيز بيك. فعبد العزيز كسر خاطر يبكي ويصرخ، فحاول انه يتقرب من صوبه يعني بيشوف شنو يبي، فرفض منه عشماوي اللي نفذ حكم الاعدام. قال لا تقرب لان هذا انت ما تدري فيهم، اذا جاء وقت الموت ممكن انه فقط وده انه تقرب انت عشان يبي يبوس خشمك، يعض خشمك ولا يقطع لك ولا يسبب لك اي مشكلة. فقالوا له ابتعد الله يخليك. بدأ يصرخ ويبكي. جابوا له طبعا جابوا له المفتي علشان يلقن الشهادة قبل الله ينفذون حكم الإعدام فيه، وهو يستغفر ويقاطع
الشيخ الدين يقاطعه وهذا يقول له استغفر توب إلى الله عز وجل، وهذا يقاطع يستغفر لأنه كان بحالة هستيرية مو طبيعية. المهم فيحاول إنه يدور أي شيء علشان يوقفون حكم الإعدام، لأنه كان شيء غريب إن حكم إعدام يتم تنفيذه في الكويت. فش قال لهم؟ قال لهم أبي أرجوكم، أبي طلب الأخير بس الله يخليكم. وهو يدور أي شيء علشان يعيش دقيقة زيادة. فطلب منهم شنو؟ قال أبي أقابل وزير الداخلية. وهو أصلا ما كان يدري إن وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله الله يرحمه كان قاعد موجود أصلا في الحضور. فما لبوا له طلبه، قالوا له حبيبي انتهى الموضوع، تشهد لأنك راح تموت، انتهى الموضوع. فقعد يبكي ويحاول يحاول، شاف الموضوع ماكو فايدة، استسلم. حطوه على حبل المشنغة وعدموه. وسالم طبعا أخذ مؤبد، وزوجته كذلك مؤبد، عاد عايشين حيين. أعمارهم الحين مفروض تكون بالثمانينات يعني، مفروض يعني. لكن بقول لكم معلومة وكل واحد فيكم يفكر، ممكن واحد فيكم يصيد المعلومة هذه، لكن أنا ماني قايلها حفاظا على الخصوصية. ولد العماني، ولد خميس اللي كان يشتغل خادم في خيطان، وين الحين؟ كان عمره 12 سنة، الحين وينه؟ عمره تقريبا 65 سنة، وينه؟ أنا ما راح أقول، الله يستر على الناس، لكن عندي معلومة بسيطة لكن أنا ما راح أذكرها. خلاص انتهى الموضوع، وإلى أنا أعتقد إلى الآن عايش يعني، بس وين أنا ما راح أقول. هذه نهاية سالفتنا، لا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.